اليوم راح نكون في الطابق التاسع في مدرسة مسكونة، ولازم نحاول نحن نوصل للطابق رقم صفر. فإذا ما شفت أي اختلافات في الطابق اللي أنت موجود فيه كمل طريقك، أما إذا شفت فيه اختلاف فارجع على طول للباب اللي وراه. أما الحين بحان وقت البداية جماعة، فلا تنسوا زر اللايك واشتراك معنا في القناة وتفعيل زر التنبيهات، وانشروا القناة عن كل أصحابكم وفي كل مكان. خلونا يا حبايبي نوصل على طول إلى 21 مليون مشترك، ولا تنسوا بعد تابعوا صفحاتي كامل موجودة تحت. الحين خلينا نبتدي مع بعض في حلقتنا الرهيبة والمجنونة هذه. بدينا يا إخوان مع بعض في اللعبة. Best moment of the day. زين جاي المدرسة. Ellie told me she was waiting for me on the way out. حلو. I think she is always playing jokes on me. She told me to look at all the details in hallway 9 where our class is if I want to reach floor 0. Well, it will be fun. Let's take a look. As always, there are fire extinguishers. I think Ellie is playing a joke on me. I'll meet her and tell her nothing happened here. وكان في احد متحدني. She left her locker open with the books. And why? في كتابين. The globe upstairs. The man who is in the hallway. How strange he is. He is new in the school. في احد كان يتكلم. Here are Emily and Annie. These girls are very sinister. They always like weird games. Why they are not in small children's hallway. زين. I had to keep going straight. If everything was the same as in hallway. جالس يشرح لنا فكرة اللعبة بالضبط نفس اللي احنا نعرفه. Fast if something anomalous happened, something weird. زين. Well, that's right. Hallway 8. I'll be with Ellie very soon. Wait a minute. There's a photo missing. Something weird has happened. ترجع. I'll follow Ellie's advice and go back the way I came in. Okay. فترجع. اي شيء تلاقيه مختلف ترجع، اذا كل شيء صح تكمل طريقك سيده مثل لعبه القطار بالضبط يا جماعه. فالحين شرحنا اللعبه اتوقع بشكل كامل. I've reached aisle 7. Wait, Ellie, see you at the exit. اوكي خلاص، اذا الحين راح تكون معانا البدايه يا جماعه حقت اللعبه، وعرفنا الفكره حقتها بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي يلا فنروح. بسم الله. أول شيء عندنا هذا، كل شيء طبيعي. عندنا هني الصورة موجودة، كل شيء تمام. نشوف وش اللي ها هذا، وضع طبيعي طبيعي. في ثلاث كتب داخل، كرة أرضية فوق، ساعة طبيعية يعني ما في شيء غريب فيها. أوراق. يا ساتر يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت صوت الضحكة؟ هذي ليش اشكالهم بالطريقة هذي؟ ما ادري. المهم جينا الحين للي بعده، الطابق رقم 8. احنا لازم نوصل صفر تمام؟ هذا مكانه. الصورة لحد الحين موجودة. كأنه كان في نبتة هني. كأنه كان في نبتة ما اعرف. هذا مكمل. كأن الساعة أسرع. ما أعرف ما أعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت ضحكتهم طلع مرة ثانية. فإذا كل شيء مثل ما هو عليه خلنا نشوف. رجعنا 9، معناته إني غلط في شيء. غلط إن النبتة هذه ما كانت موجودة. لو أني انتبهت الحين، أنا كنت منتبه إن في نبتة مو موجودة. هاي القمامة هني. They shouldn't order me around. ها طبيعي قاعد يسولف مع نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. شيل الباب هذا. المهم معنا خلنا نكمل، خلنا نكمل ونشوف مع بعض شلون راح نكمل. الطابق الثامن. موجود النبتة. الصورة لحد الحين هني. عندنا كأن الأوراق متغيرين شوي. بس الصورة هذه هي. قمامة موجودة. Why are they telling me that? They're no good. They shouldn't order me around. بسم الله الرحمن الرحيم. ارجع ارجع يا سيد. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. والله يخوف يا اخوان. افتح افتح الباب افتح الباب. والله طفرني. المهم بسم الله الرحمن الرحيم. الطابق السابع. كل شيء مثل ما هو عليه. لوحات موجودة.
كان الجلاس متغير. ايوه كان المره ما اتكلم كثير او انا تاخرت يمكن. ساعه سريعه ساعه سريعه يا جماعه، فاذا في غلط فهو الساعه. هذول يضحكون، اذا في غلط فهو الساعه، لان الشيء الوحيد اللي كان احسه سريع بزياده السادسة. صح صح اوكي، لازم اوصل صفر. بسم الله الرحمن الرحيم. ارجع، انا احب التلميحات السهله، صح انها تخوف بس سهله. خلاص عرفت ان انا يعني خلاص ارجع ما احتاج اسوي ولا شيء. طبعا لا، دائما يرجع لنا الطابق الخامس. اوكي، نفس الرسمات نفس كل شيء. امام الله يكرمكم موجوده. They shouldn't order me around. نفس كلامه بالضبط. ساعة كيف؟ ساعة الحين، لأن أنا شاك الساعة ممكن تقلب على جهة ثانية. I've been watching you. ألو ارجع يا سيد، ارجع يا سيد، ارجع. هالمرة قاموا يطالعوني. خلنا نرجع بسرعة. أوكي، ونوصل أتوقع للطابق الرابع إذا ما خاب ظني. الطابق الرابع يب. ممكن هي تختفي عشان تسهل علينا الموضوع. سمعت الصوت؟ ما احتاج اكمل، ما احتاج اكمل يا جماعة. الصوت اللي طلع تو الحين يخبرك يا سيد ان في شيء غلط. لا يا اخي، ليش تتفلسف يا سيد؟ ليش تتفلسف؟ ما كان في شيء مختلف يا جماعة، الصوت اللي سمعته ما كنت اتخيل. ما يتكلم. Why are they telling me that? يتكلم. اوكي. فاذا حرام يا جماعة، ضيعت على نفسي، كنت واصل بعيد بس سمعت صوت كأنه صوت ثعبان، فقلت خلنا ارجع. نفس الشيء. كل شيء نفس الشيء. هذا رايح. تسعة. في بنت ناقصة، في بنت جماعة ناقصة، فخلني أرجع على طول وبنروح للطابق أتوقع السابع يمكن. أنا ماشي صح بس قبل شوي تفلسفت فيها صراحة، قلت يعني في صوت تفلسفت فيها، ما كان المفروض أرجع صراحة. ركز، الأصوات حاليا ما لها دخل. في شيء غريب هني سيد، لا تتفلسف، ما في شيء غريب. تكلم. الو الو، ما اتكلم. اتكلم توا الحمد لله. ما زال مكتوب تسعة. هذول نفس كل شيء، نفس كل شيء طبيعي. ايش فيك متردد ما ادري ليش، لان يمكن يكون في اختلاف ما انتبهت له. السادس حلو. الو طبيعي الوضع، قوامات موجودين. تكلم يا الحبيب. الساعة مثل ما هي عليه الحبيب، ما تكلم ترى. اتكلم تكلم، قاعد اتكلم بس على خفيف. عندكم شيء؟ ما عندهم شيء. زين، المفروض الطابق الخامس، صراحة ما في ولا شيء مختلف. الطابق الخامس. بسم الله. بسم الله يا رب يا كريم. يا رب أكون مركز. قمامات مكانهم. الكرة الأرضية مو مكانها. الكرة الأرضية مو موجودة يا جماعة، فنرجع على طول ونروح للطابق الرابع. أتوقع إن إحنا أول مرة راح نوصل للطابق الرابع على طول. أشوف. يب الطابق الرابع لأول مرة. افتح. الكرة الأرضية رجعت. كان غير الكلام. تكلم تكلم، لأنه كان شاك انه غير الكلام، ما اعرف ليش. تكلم الحبيب.
They shouldn't order me around. أعتقد نفس الكلام. ساعة نفس ما هي. لا تطير. هذيلا نفس ما هم. نفس ما هم. المفروض إن نفس ما المفروض إن الطابق الثالث. يا رب يا رب يا رب يا رب طابق الثالث. يس يس يا جماعة. أوكي. نفس الشيء. حلو. تكلم الحبيب. يا طيب تكلم. أنا وراك. وأنت متكلم يعني متكلم. ها. Why are they telling me that? إيه. They're no good. They shouldn't order me around. تكلم. ساعة طبيعية. هذيلا طبيعيين. أقسم بالله يخافون. معقولة ما في اختلاف؟ معقولة؟ معقولة الطابق الثاني؟ خلنا نشوف. ثاني. إخوان بنكمل. نبتة. كل شيء. آه! بسم الله الرحمن الرحيم. ارجع 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 بس ارجع ارجع يا ابوي. طابق رقم واحد. نوصل صفر نكمل. نوصل صفر نكمل يا جماعة. القمامات نفسهم. هاك شيء نفس الشيء. الكرة الأرضية قاعدة تكبر وتصغر. الكرة الأرضية قاعدة تكبر وتصغر يا جماعة. الحمد لله انتبهت لها. تعال ارجع. الطابق صفر. هو الطابق اللي المفروض نكمل فيه اللعبة. صفر. أحس بصير شيء قوي. Why are they telling me that? They're no good. الساعة فيها عقربين. الساعة فيها عقربين يا جماعة. ارجع ارجع. ما في أي ساعة في العالم فيها عقربين. فيها عقربين يعني يتحركون صح؟ والله ما أدري يا جماعة يعني بالمجموع أربع عقرب. ليش ما أقدر أكمل؟ صفر. ألو. هذا صار أبيض. هذا ما كان أبيض. هذا ما كان ابيض يا جماعه. هذا ما كان ابيض. لمتى؟ ايش قاعد يصير؟ الو الو يا اخوان. الظاهر اني لازم اكمل طريقي صح؟ اي ما يمديك ترجع لانه احنا في الطابق صفر اصلا. عم انقلع عني انت ما ادري ايش وضعك. بسرعه. ساعة فيها 70,000 عقرب. الو تكفون تكفون اتركوني في حالي. تكفون اتركوني في حالي. بالطريقة هذه يا جماعة نكون هربنا من المدرسة الغريبة هذه يا اخوان. الحمد لله ونكون كملنا على طول. انا كنت برجع بكمل الموضوع بكمل الوضع بس طلع ما يحتاج ان احنا نسوي هذا الشيء. المود الجديد اللي حابين نلعبه المرة الجاية وراح يكون مود الكابوس. يعني اكيد مود جدا صعب ومرعب. لايك واشتراك تابع المقاطع هذه وصفحاتي كلها موجودة تحت يا جماعة. سناب وغيره كلهم تابعوني تحت. سلام.